مباراة تريز انتيريسون، يعني ماتش تريز انتيريسون. سي فري، اليوم الأخير من نقدر نقول البرنامج اللي سطرناه نختتمه بمباراتين. المباراة الأولى صباح، ولا يعني نظن احنا دائما نلقاو مشكل في تقسيم المجموعة، لأنه تكون في بعض الخيارات منها ديستيني بالبريباراسيون تاع الماتش الجاي، ومنها أيضا للحفاظ على لافورم تاع كيلكو جوار. سيرتو انا نتكلم دائما على اللاعبين غير مؤهلين، دائما فيها الايجابيات فيها السلبيات. بطبيعه الحال احنا دائما نبقاو دائما نشتغلوا دون سو سونس. تبقى الاسبوع الجاي حاسم ومهم جدا لتحضير مباراه بارادو، وبعدها لونشينمون تاع لو شامبيونان. فبذلك احنا وين نلقاو يعني فرصه انه نلعبوا مباراة ودية لازم علينا تحتم علينا على الأقل، ما نضيعوش الريتم، نشوفوا جاهزين بعض اللاعبين، في بعض اللاعبين نرجعوا من إصابة، فلذا هي مفيدة من هذا الجانب. في العديد من السلبيات اليوم، كم شفتوا الشوط الأول ولا الشوط الثاني، دي شي تكنيك نظن طغى على المباراة، يعني كثير أخطاء فنية من طرفنا، كثير دي موفيز ديسيزيون من طرف بعض اللاعبين، ولكن تبقى مباراة ودية اللي من خلالها راح يستفادوا اللاعبين ويستخلصوا الدروس ان شاء الله. ربما هذا التوقف هذا خلانا نحضروا كما ينبغي، ضفنا العديد من المباريات الوديه. هي من هذه الناحيه يعني كانت جد ايجابيه، فان شاء الله نكونوا استفدنا ان شاء الله، خاصه من الناحيه البدنيه والجاهزيه كل لاعب. ان شاء الله نبقاو تبقى اسبوع تاع تحضير لمباراه بارادو وتكون فيه خصوصيات بطبيعه الحال. شكرا شيخ. بون السلام عليكم. نظن لقاء مهم بالنسبه لنا، نظن كان اخر لقاء في هذا الميني ستاج اللي درناه. لعبنا مباراتين قبل هذا لو ماتش، نظن اون كلوتوري لو ستاج تاعنا بهذا المقابله تاع مولدي طهران. نظن الحمد لله استفدنا منها كثير، فريق منظم كيما يقول لك، خدمنا سي لو بلو اورغانيزاسيون. الحمد لله اللاعبين كاع كانوا في الموضوع، وكي تلعب كونتر مولدي طهران ثاني حاجه محفزه ان شاء الله. كيما يقول لك هذا لو جو ولا هذه الاورغانيزاسيون نشوفوها في الشامبيون تاعنا. نشكر كاع اللاعبين اللي بذلوا مجهودات وصبروا معنا طيله هذا الميني ستاج، باسكو كيما يقول لك خدمنا سور لا شارج، رانا كيما يقول لك اثقال، ما شفناش لو بون ريتم تاعنا، مي الحمد لله حققنا اهداف هذا الميني ستاج. ان شاء الله لا سيمان جايه ان شاء الله نحضروا المقابله تاع موشن اللي غادي تكون ادوميسيل، وان شاء الله نكونوا في احسن الاحوال تاعنا ان شاء الله. ربما فوز كيما هكا امام ولدي نورمال، نظن رانا صندي فات حتى الان في تروا ماتش. نظن هذه المقابلات محفزه كيما مولدية العاصمه كيما مولدية طهران، نلعبوا مع فرق تاع اقسام اولى. نظن شفنا كيما يقول لك درنا لو ريتم تاعنا، فرضنا الوجود تاعنا. الحمد لله هذو اللاعبين يحطوا كيما يقول لك الارجل في الارض، وان شاء الله يزيدوا يخدموا باش نبروغريسوا الوجود تاعنا ان شاء الله. ان شاء الله سعيد الحاج.